الحقيقة أنه من أهم القطاعات وأنشطها خلال الفترة اللي فاتت هو قطاع السياحة والأثار. خلال أقل من أسبوع أعلنت وزارة السياحة والأثار عن 3 اكتشافات أثرية هامة، كان آخرها كشف أثري فريد بمعبد كومومبو بأسوان، واللي هيكلمنا عنه الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ جمانة، وصباح الخير استاذ احمد، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر طيبه وفي امن وامان وتقدم دايما يا رب. اللهم امين. يعني يا فندم الحقيقه انه احنا في الفتره اللي فاتت مصر شهدت العديد من الاكتشافات الاثريه وكلها مهمه الحقيقه. لو هنتكلم تحديدا عن اخر 3 اكتشافات، يا ريت تقول لنا تفاصيل اكتر يا فندم عن الاكتشاف الاخير، وتكشف لنا اكتر عنه وعن محتوياته. أنا عجبتني كلمة قلتها حضرتك أستاذة جمانة، كشف فريد. فعلا الكشف بتاع امبارح ده فريد من نوعه، لأنه غير كل تاريخ المنطقة بالكامل. كل اللي كنا عارفينه في الأول إن معبد كوبومبو معبد بطلمي من ازاي يا فندم قبل الميلاد لغاية 219 ميلادية، بعد شوية بعد مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية وما صاحبه من اكتشافات أثرية جميلة جدا، قلنا معبد كوبومبو بيرجع لعصر الدولة الحديثة، يعني حوالي 1500 قبل الميلاد. النهارده وبعد الكشف الاخير ده لقينا اثار في معبد كوبومبو بتعود الى عصر الانتقال الاول، يعني بنتكلم في اكثر من 4200 سنه، من 2080 قبل الميلاد. تخيلي لما ارجع بمعبد للفتره دي، مش كده وخلاص، ده احنا لقينا اختام بتعود الى عصر الدوله القديمه، لقينا مستعمره سكنيه بتعود الى عصر الدوله القديمه، لقينا فخار بيعود الى عصر الاسره الثانيه والثالثه، يعني معنى كده ان المنطقه قديمه جدا واقدم ما كنا نتخيل. الكشف فريد من نوعه في ايه كمان؟ عباره عن مباني من الطوب اللبن بتمثل الحياه اليوميه والحياه الاجتماعيه، لما الاقي مبنى اداري متكامل فيه ملحق به المخازن والصوامع التي كانت تخزن بها الغلال اللي بتوزع على الشعب كله بالكامل، يعني بتكلم في حياه اجتماعيه، حاجه جديده خالص، بيصل ارتفاع المباني فيها الى 2 متر، حاجه ثانيه فريده من نوعها برضه في الكشف ده، ان انا بلاقي حصن من عصر الاحتلال الانجليزي كان موجود اثناء الحركه او الثوره المهديه في السودان، كان بيستخدم عشان موجود على النيل مباشره لحمايه المنطقه الجنوبيه في مصر بالكامل، يعني كلها حاجات فريده لم ولم تتكرر حتى الان، عشان كده بنقول الكشف بتاع كوبومبو ده كشف متميز بيغير لي التاريخ بالكامل في هذه المنطقه. نعم دكتور عبد المنعم، يعني في الحقيقه مدينه اسوان هي مدينه شهرتها تخطت حدودها، وفي الحقيقه كل يوم بالاثار اللي بيتم اكتشافها بتحط لنفسها مكانه جديده عالميا. عاوزين نعرف بقى اهميه الكشف ده يعني على الصعيد المحلي والعالمي، وخصوصا يعني وهو تم اكتشافه داخل معبد من اجمل معابد مصر، معبد كومومبو. في الحقيقه استاذ احمد، يعني عايز اقول لحضرتك، يمكن انت قلت كلمه لو انا قلتها هتبقى شهادتي مجروحه عشان انا في اسوان، لكن فعلا في الاونه الاخيره، عشان احنا قلنا قبل كده في بدايه كلامنا زمان ان اسوان ما زالت ذكر، يعني الاثار لسه عندنا كتير، اكثر من 60% لم تبوح عنه الارض الاسوانيه حتى الان. فبالفعل على سبيل المثال وليس الحصر، الكشف ده بالذات اللي احنا اعلنا والوزاره اعلنت عنه بالامس، مثل مرحلة كبيرة جدا وخطيرة جدا في مراحل التاريخ المصري القديم بالكامل. الأكثر من كده كمان، يمكن لسه قبلها فترة بسيطة تم الكشف عن أقدم كتابة مصرية قديمة في أسوان في منطقة الخوي بالقرب من كومومبو ومن إدفو. كنا الأول بنقول أقدم كتابة موجودة في أبيدوس، لا دلوقتي رجعنا قلنا أقدم كتابة مصرية قديمة من حوالي 3400 قبل الميلاد موجودة في أسوان. فلما أجي أقول الكشف بتاع امبارح بيرجع معبد كوبومبو إلى عصر الأسرة الثانية، يعني عصر التوحيد، أسرة أولى وأسرة ثانية، يعني معنى كده العالم كله بره هيبدأ يغير كتابة التاريخ مرة ثانية للمنطقة دي على وجه التحديد كجزء من أسوان. ولسه في حاجات كتيرة، كده أنا قلت قبل كده في اللقاء السابق، لسه في حاجات كتيرة في أسوان لم يتم الإعلان عنها بعد. دكتور عبد المنعم، يعني حضرتك تحدثت انه كان من المتعارف عليه او اللي كنا عارفينه انه يعني عمر المعبد بيرجع ل 1500 سنه قبل الميلاد، لكن اكتشفنا بهذا الاكتشاف الاخير ان هي ترجع لما اكثر من 4000 سنه. عايز اعرف من حضرتك يا فندم، هل هذا الكشف يعني كشف لنا عن اسرار جديده، وضح لنا ملامح اخرى عن هذا الوقت اكثر من اللي كنا نعرفه؟ بالظبط حضرتك، مش التاريخ بس كمان،
احنا كنا بندور فين المدينه القديمه بتاعت كومومبو، يعني بنقول المعبد موجود على النيل والمدينه الحاليه على بعد حوالي 2 كيلو ونص او 3 كيلو شمال غرب المعبد. طب المدينه القديمه فين؟ النهارده لما اشتغلنا في الجزء ده بالذات شمال شرق معبد كومومبو لقينا مستعمره بتعود الى عصر الدوله القديمه، وجزء جبانه بتعود الى عصر الانتقال الاول. يعني معنى كده ان الكشف ده كمان حدد لي المدينه القديمه، مدينه كومومبو كانت فين على وجه التحديد؟ كانت بالقرب من معبد كومومبو في هذا المكان بالتحديد. فلما الاقي كمان حاجه تؤكد لي وجود هذه المدينه، الصوامع والمخازن، المبنى الاداري، ده كله بيؤكد ان وجود المدينه نفسها، المدينه القديمه، كانت موجوده في هذه المنطقه. ويمكن دي اهميه ثانيه كبيره جدا وحضاريه جدا، ان انا لقيت المدينه القديمه بتاعت كومومبو نفسها. نعم. دكتور عبد المنعم، يعني حضرتك قلت يعني اللي انتوا لقيتوا حصن ولقيتوا صوامع ايضا لتخزين القمح، عاوزين نعرف الكشف ده استغرقتم وقت قد ايه للعثور عليه؟ انت عارف حضرتك طبعا احنا شغالين في المنطقه دي من سنه 2018، البعثه المصريه النمساويه في منطقه كومومبو. نعم. كل سنه كان في جديد، يعني مثلا كانت السنه اللي فاتت المستعمره بتاعت الدوله القديمه والجبانه بتاعت عصر الانتقال الاول. صحيح. السنه دي يعني توقفنا فتره، في فتره الكورونا توقفت البعثه طبعا، ما كانش في شغل في هذه المنطقه. لما رجعنا اشتغلنا تاني يمكن كانت بس سؤال، البعثه دي مصريه؟ كان عباره عن 4 شهور متتاليه، خلال ال4 شهور تم العثور على هذه المنطقه، منطقه المدينه القديمه نفسها، المبنى الاداري نفسه، الصوامع، الحصن الموجود من عصر او من فتره في القرن 19، خلال 4 شهور في هذا الموسم اللي بعتبره موسم غني جدا وموسم نشط جدا لهذه البعثه في هذه المنطقه. طيب دكتور عبد المنعم، يعني اعتقد كلنا حابين نعرف او عندنا تساؤل، ايه نظام الصوامع القديمه؟ يعني عايز اعرف من حضرتك اساليب حفظ القمح القديمه عند المصري القديم. حضرتك المباني دي يعني ما اعرفش اذا كان انا عشان من قرى في الصعيد زي القرى الموجوده في الدلتا، نفس الصوامع اللي هي القديمه، يعني احنا ليه لقب معين كده بنقوله عندنا في الصعيد اللي بنحفظ فيه الغلال لغايه فتره قريبه. انا فاكر وانا صغير كنت اشوف المكان ده، الصومعه دي بنقول عليها الصفص، نفس الموجود، نفس المبنى بالضبط من الطوب اللبن، مبنى دائري موجود فيه فتحات بسيطه جدا من اعلى ومن الجانب للتهويه، عشان التخزين يكون بصوره جيده ومحفوظ بصوره كويسه خلال فتره طويله جدا. هو نفس المبنى ده، هو نفسه اللي احنا لقيناه، اللي هي الصومعه نفسها اللي بتحفظ فيها الغلال، يعني ما زال لغايه فتره قريبه جدا كان ما زال بيستخدم في قرى الصعيد وقرى الدلتا في مصر نفس شكل الصومعه دي اللي احنا لقيناها لحفظ الايه؟ لحفظ الغلال. وكمان لقينا بقايا من هذه الغلال على فكره، وبقايا من الفئران او بقايا الفئران اللي كانت موجوده، عشان طبعا الغلال والقمح والكلام ده كله برضه في نفس المنطقه نفسها، منطقه الصومعة نفسها. نعم. دكتور عبد المنعم، ده بالنسبة للصوامع، لكن حضرتك برضو الاكتشاف كان فيه حصن، هل هذا الحصن كان بيستخدم في يعني حماية كومومبو تحديدا من أي هجمات خارجية، ولا إيه اللي انتوا اكتشفتوه حتى الآن عن هذا الحصن؟ بالضبط يا استاذ احمد، كان مش منطقه كومومبو بس، المنطقه الجنوبيه بالكامل، لان كان موجود على النيل وفي مبنى مرتفع جدا فوق التل الاثري بتاع تل كومومبو. ولقينا كمان في بقايا من الخوذ اللي كان بيستخدمها الجنود، بقايا من البدل بتاعتهم اللي كانوا بيستخدموها، بقايا من السجاير اللي كانوا بيستخدموها، لان كانت في جنود اجنبيه موجوده في هذه المنطقه بالاضافه الى الجنود المصريه اللي كانت موجوده، حاجات تعرفت عليها البعثه سواء من النمسا، من انجلترا، من اماكن متعدده، لقوا حاجات مخلفات ما زالت موجوده في هذا الحصن. فهذا الحصن استخدم في فتره زمنيه معروفه، كانت الثوره المهديه في السودان، فكانوا قلقانين على الناحيه الجنوبيه من مصر، فكان هذا الحصن بيستخدم للدفاع عن اي هجمات تيجي للمنطقه الجنوبيه في معبد كومومبو او خلف معبد كومومبو اعلى التل الاثري. طيب دكتور عبد المنعم، يعني اخيرا، هل انتهى الكشف في هذه المنطقه، ولا هذا الكشف بينذر بوجود حاجه اكبر حضراتكم مستنيينها او عارفينها او بتطمحوا ان انتوا تلاقوها؟ لا، ده بيعتبر بالنسبه لنا بدايه، احنا كنا بنقول عايزين نلاقي المدينه الاساسيه بتاعت كومومبو، فاحنا كده لقينا اول جزء او اول خيط هيوصلنا للمساكن كلها نفسها، المنازل
سواء بتاعه الكهنه او المنازل بتاعه عامه الشعب ده كله، او المنازل بتاعه العمال اللي اشتركوا في بناء المعبد ده كله، احنا بنزلنا بندور وبنبحث، فده يعتبر نواه، يعتبر اشاره لينا ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح عشان نكشف عن هذه المدينه بالكامل. يعني الحقيقة دكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة بنشكرك جزيل الشكر، وزي ما حضرتك قلت يعني احنا بنتكلم على ثلاث اكتشافات فريدة يعني تضم لباقي الاكتشافات اللي اكتشفناها على مدار السنوات الأخيرة، وحضرتك بتقول ان دي لسه نواة او خيط بداية ان انتوا كمان تقدروا تعثروا على اكتشافات كبيرة ومهمة كمان في الفترة اللي جاية.